وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساء الخير وأهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. كيف ستعمل المؤسسة على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؟ مرحبا، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. قبل ما أرد على السؤال، ودي أطمئن المواطنين الكرام بأن مناشداتهم توصل إلى سمو الشيخ ناصر أول بأول، وهو على اتصال مع جلالة الملك، والقرارات تؤخذ سريعة وفعالة. وأطمئن الناس بأن احنا قمنا بالإجراءات المطلوبة بإعداد صفحة إلكترونية لاستلام طلبات المواطنين. بالنسبة للأشياء اللي نعملها، من الواجب في البداية طبعا أشكر سيدي جلالة الملك سمو ولي العهد رئيس وزراء على دعمه الكبير لأنشطة برامج المؤسسة ودعم الخدمة والمساندة للمواطنين، وأشكر قائد العمل الخيري سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وهذا شيء مو غريب على قيادتنا في الفزعة والمساعدة في أوقات الطوارئ. فمجتمع البحريني شعبا وقيادة مجتمع متماسك ونتعاون مع بعض. من الواجب أيضا، وأنا قمت بزيارة ميدانية للاطلاع على الأضرار، أشكر المسؤولين في الحكومة، أشكر سيدي السمو ولي العهد رئيس وزراء، وكنت على اتصال بالمهندس عصام خلف وزير الأشغال، وعربت عن تقديري لجهود الموظفين من أجل خلق بيئة آمنة وسليمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات المطلوبة في هالظروف. نعم. بالنسبة لدورنا، الله يحفظك، إن مثل ما قلت بإمكان المواطنين الاتصال بنا إلكترونيا لسبب كورونا، وعندنا خبرة احنا جيدة في التعامل مع هالأمور. نعم، الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.